أهلا بكم في محورنا الثاني الحديث فيه حول تعديل جديد على نظام الموارد البشرية الجديد يسمح للعمال أو لموظفي القطاع العام بالعمل خارج أوقات الدوام. للتعليق على هذا الموضوع أرحب بالخبير العمالي الأستاذ حمادة أبو نجمة. أستاذ حمادة مساء الخير. مساء الخير يا أهلا بكم. أسمع وجهة نظرك أستاذ حمادة وإحنا بنحكي عن تعديل على نظام جديد إن صح التعبير. نعم، احنا يجب ان نذكر اولا بالتعديل السابق اللي صدر في شهر ايار الماضي على نظام الخدمه المدنيه، وايضا نظام الموارد البشريه اللي صدر لاول مره. ما يهمنا في هذا الامر، احنا في التعديل اللي تم في شهر ايار الماضي تضمن محاور متعدده، من اهمها يعني منع العمل خارج اوقات الدوام الرسمي، وايضا يجب ان نذكر بان هناك تعديل اخر تم بحظر الإجازات بدون راتب للعمل سواء داخل المملكة أو خارج المملكة، وأيضا سمح للجهة صاحبة الصلاحية بالتعيين بأن تنهي خدمات أي موظف بلغ أو وصل إلى أو تحققت له شروط التقاعد المبكر حتى بناء بدون طلبه. هذه أهم تعديلات تمت على نظام الخدمة المدنية. الآن منذ شهر أيار إلى الآن حصل جدل طويل ويعني من واعتراض من عدد من الجهات والخبراء حول هذه التعديلات، والحكومة يبدو استجابت فقط لجزئية حظر العمل خارج أوقات الدوام الرسمي. وبالتالي كمان يجب أن نذكر بأن نظام الخدمة المدنية قبل التعديل اللي تم في أيار الماضي كان يسمح للموظفين بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي بشرط أن لا يكون في ذلك تعارض في المصالح بين عملهم ووظيفتهم. الآن عدنا إلى نفس النص مع شروط إضافية، من أهمها أن الموافقة يجب أن تتم بشكل سنوي، بمعنى كل سنة يتم تجديدها، وأن تكون الشروط من أهمها أن لا يكون هناك تعارض في المصالح، وأن لا يكون العمل لدى جهة مرتبطة بالجهة التي يعمل بها، وأن لا يكون هناك تأثير على الإنتاجية وعلى طبيعة العمل وعلى مصلحة العمل. هذه أهم الشروط. نعتقد أنه هذا التراجع عن هذا التعديل أعتقد هو تراجع إيجابي براعي مصلحة الموظفين، خاصة فئات الموظفين اللي دخلهم متدني. وإحنا بنعرف الآن آخر الأرقام والمؤشرات تفيد بأنه معدل أو خط الفقر قد يصل إلى 500 دينار وأكثر، وبالتالي هناك من الموظفين من يتقاضون أقل من ذلك، وهم من حقهم أن يعملوا خارج أوقات الدوام الرسمي لمراعاة يعني تحسين معيشتهم ومعيشة أسرهم خاصة. وأيضا نضيف إلى ذلك بأن الموظف خارج أوقات الدوام الرسمي هو يعني يفترض أن يكون له حرية مطلقة في التصرف وممارسة النشاطات والأعمال دون أي قيود، صحيح، ولكن أيضا دون مساس أو تأثير سلبي على وظيفته. وهذا الأمر إذا تحقق في العمل خارج أوقات الدوام الرسمي أو أي نشاط آخر فمن حقه أن يمارسه دون أي قيود. لا، لكن السؤال أستاذ حمادة، لماذا نسن تعديلا ثم نتراجع عنه بهذه الطريقة؟ لم يكن مدروسا، هذا جانب. والمحاور الأخرى اللي عليها ملاحظات لماذا لم يتم التعامل معها؟ المؤسف بأنه يعني هذا يتكرر في تشريعاتنا، وأنا بصفتي مختص في الجانب القانوني ألاحظ بأنه مؤسف جدا أنه معظم مؤسسات الدولة عندما تبدأ في مراجعة قانونية لأي قانون أو تشريع مهما كان مستواه تعمل منفردة بغض النظر أو بدون تشاور مع الجهات المعنية ذات العلاقة. عندما نتحدث عن الموظفين الخدمة المدنية فهناك يجب أن نستمع للموظفين أنفسهم، إلى الخبراء، إلى تجارب الدول، نطلع على تجارب الدول الأخرى في هذا المجال. وبالتالي وفي نفس الوقت يعني هناك بديهيات في التشريع تتعلق بحرية الشخص في ممارسة ما يرى بممارسة الشرط، عدم مخالفة القوانين، عدم التأثير على الوظيفة، بمعنى هذا بيعني أنه لا يجوز تقييد هذا الشخص في أي ممارسة أخرى لا تمس بوظيفته. ومن هذا الباب أعتقد بأنه عدم الدراسة المعمقة لتشريعاتنا، وإحنا على فكرة في تجارب سابقة يمكن لا مجال لذكرها الآن، ولكن تجارب سابقة في كثير من التشريعات بعد صياغتها وإقرارها يتم العودة عنها أو يتم العودة جزئيا
كثير عنها. ولكن أيضا جزء آخر من حديثك هو لماذا لم يتم التراجع عن جزئيات أخرى، يعني احنا بنعتقد أنها فيها مساس بحقوق الموظفين وبشكل خاص الإجازة بدون راتب، وحتى هي لها تأثير على إيرادات يعني يدر دخل، احنا في أرقام تشير إلى أنه ما يقرب من 13 ألف موظف يعمل يعني ماخذين إجازة بدون راتب، معظمهم يعملون في الخارج وهم يدروا دخل كبير على الدولة. ولا أعتقد أن من مصلحتنا في هذه المرحلة بالتحديد أولا أن نحرمهم من هذه الوظيفة ذات الرواتب المجزية اللي أخذوا من أجلها يعني إجازة بدون راتب، وأيضا أن نحرم الدولة من إيراداتهم. وفي نفس الوقت لا أرى في ذلك أي تأثير إيجابي على تحسين الأداء الوظيفي، لأنه احنا شفنا في الأسباب الموجبة لتعديل نظام الخدمة المدنية الهدف الرئيسي هو تحسين الأداء الوظيفي وتقديم خدمة أفضل. يعني لا أعتقد أنه هذا النص بهذا الشكل وهذا الحظر بهذا الشكل سيؤدي إلى نتائج إيجابية في تحسين الأداء الوظيفي، لا بل هو سيكون محبط. فما بالك في شخص يعني يترك وظيفة يعني في راتب عالي ومجزي ويعود إلى وظيفته وهو محبط ويعني غير قادر على الإنتاج، أو أنه إحنا نحرمه من وظيفته اللي هي ممكن أن يعود لها ويستقر فيها إلى التقاعد، ونحرمه منها مقابل وظيفة في الخارج قد لا تكون مستقرة. وبالتالي أعتقد أنه هذه الوسائل من الضغوطات على الموظفين القطاع الخاص لا أعتقد أنها مجدية في تحسين الأداء، لا بل أنها محبطة وتؤدي إلى إنتاجية أقل. يعني هناك وسائل أخرى متعددة لزيادة الإنتاجية وتحسينها، منها الإشراف والرقابة والتقييم والمحاسبة، هي الأدوات الرئيسية اللي عادة ممكن أن تحسن أداء الموظفين، لأنه احنا بنشوف في هناك ضعف شديد في وسائل الرقابة والتقييم، تقييم الأداء والمحاسبة على المخالفات وما إلى ذلك. والتقييم للأسف احنا بنشوف وسائل التقييم وسائل تقليدية قديمة لا تحفز الموظفين على الأداء الأفضل، لكن في معظمها هي عشوائية في تقييم. نعم، أشكرك كل الشكر الخبير العمال أستاذ حماد أبو نجبك، وأتمنى بصرته من أمانة على القرار الحكومي حول تعديل نظام الموارد البشرية الجديد من جديد. أشكرك كل الشكر. مشاهدينا، وصلنا لختام حلقة هذه الليلة.